حبوب الحمل يا شيخ حرام ولا حلال؟ ما هو؟ حبوب الحمل، حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل، نعم واضح. طلب الذرية مما قصده الأنبياء والمرسلون، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالرجل إذا رزقه الله عز وجل امرأة تكثر الولد فهذا خير له، تزوج الودود الولود يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة لعوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل فلها أن تستخدم ما يقول الطب أنه بقدر الله يمنع الحمل، كما يعرف الآن بهذه التي تتناول تسمى عند العامة حبوب منع الحمل، فيجوز في مثل هذه الحالة، وتستخدم حينا من الدهر إن لم يكن يترتب عليها آثار جانبية على الجسد، لأننا بلغنا أن الإكثار منها له آثار غير حميدة. فلو أجلت الحمل إلى أمد فلا بأس، لكن لا يحاول المرء أن يرد نعمة الله ويأمر زوجته بمنع الحمل بالكلية.